وللحديث أكثر عن ملف البرنامج الحكومي وخطوات تنفيذه ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ نجم القصاب. شكرا جزيلا لك أستاذ نجم على تلبية دعوة الحوار. يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات التشريعية؟ بدا تحية طيبة لك ولكل متابعيك الكرام. بالتأكيد تحديات كثيرة كبيرة، خصوصا الصراعات بين الكتل السياسية في السنوات الماضية كان صراع واحد، هو صراع الوجود والنفوذ. أما الآن صراع الزعامات، وهذا أخطر ما تمر به الدولة العراقية، وما أنتجت كثير من الشخصيات التي لم تقدم لا منجزا ولا هم مريثين الزعامات أو الذين يقدمون أو قدموا للعراق. بالتالي هذه كثرة الزعامات وكثرة القيادات تجعل هناك صراعا وتسابقا وتناغما كثيرا في بعض التفاصيل، وكذلك اختلافات في مقاصد أخرى. هذا ما حصل خصوصا في الانتخابات، سواء مجالس المحافظات سيكون هناك كثير الذين يحاولون السيطرة على مجالس المحافظات في الوسط والجنوب وحتى المناطق الغربية. الأغلب منهم يمتلكون المال ويمتلكون الدعم الخارجي، ثم يحاولون أن يعودون مثل ما كان في السابق، لكن كل المؤشرات والمقتنيات والاستطلاعات التي أجريناها في مركز المورد والدراسات والإعلام بأن المواطن كان وما زال لا يثق في الانتخابات، لا البرلمانية ولا المحلية، إلا بتقدير منجز. وهذا ما تحدث به السيد محمد السوداني حينما قال لابد من تعيد ثقة المواطن أولا بالحكومة، وثانيا بالسلطة التشريعية، وثالثا بالعملية الانتخابية. وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى نوايا صادقة، خصوصا بين الكتل السياسية التي لم تتفق حتى على الموازنة، لأن الناس تنتظر هذه الموازنة على الأقل يكون إعمار واستثمار هنا وهناك من أجل استقطاب العاطلين عن العمل. نعم، يعني كما أشرت حضرتك أستاذ عبد القادر، يعني هناك قناعة لدى البعض بأن التغيير لن يكون عبر صناديق الاقتراع. لماذا تولدت هذه الفكرة برأيك؟ يعني أنا لم أسمع السؤال بدقة، لكن نعم. أنا أقول كثير من الشخصيات السياسية تحاول أن تستغل المواطن العراقي، لأن دائما الخوف يكون موجود عندما تكون حاجة. الحاجة هذه عند المواطن العراقي اليوم يحاول أن يحصل على فرصة عمل، يحصل على وظيفة داخل الحكومة، ولا تستطيع أي حكومة أن تعين كل الخريجين كل العاطلين إلا بتأشير القبضة. نعول كثيرا على شخصية محمد السوداني الذي يمتلك النزعة الإصلاحية، يمتلك الخبرة الإدارية لأنه عمل في التشريع وعمل في التنفيذ وعمل على المستوى المحلي في الإمارة وعمل على المستوى المركزي في بغداد. لكن هل أن الكتل السياسية التي جاءت به ستقدم له الدعم؟ كل المؤشرات إلى الآن أكو انقسامات، عدم تأييد حقيقي لهذه الحكومة أو أي حكومة تأتي حتى لا تقدم منجزا للناس، ولربما تعود التظاهرات والاستنكارات إذا لم يقدم شيء في المرحلة المقبلة. نعم أستاذ عبد القادر، ابقى معنا حاليا لحين قراءة هذا الخبر، وسأعود إليك مرة ثانية بكل تأكيد. أستاذ نجم القصاب، أرحب بك من جديد في نشرة الخلاصة. نعم، يعني نعم تفضل. جلستان لمجلس الوزراء، يعني إحداها طارئة والأخرى عادية، هل تؤشر جدية الحكومة بتنفيذ برنامجها الوزاري؟ يعني مثلما تحدثت، الحكومة الحالية هو اختارها السيد محمد السوداني، رغم هناك تدخلات من قبل بعض الأحزاب، ربما كل الأحزاب هي رشحت أكثر من شخصية، لكن تم الاختيار من السيد السوداني. واتمنى من السيد السوداني ان يقوم بتغيير بعض الوزراء الفاشلين الذين لم يقدموا شيء سوى التسويق الاعلامي والفيسبوكي، واصبح الوزير ينتقل من
الفضائيه الى الفضائيه، وينتقل من على مواقع التواصل الاجتماعي كانما اصبح هو مروج للدعايه وللاعلان، وهذا غير ممكن. الوزير ينبغي عليه ان حينما يقدم منجز يخرج في مؤتمر صحفي قصير الوقت من اجل ان يقدم او يوضح ما هو الانجاز في مفاصل وزارته. اما ان يتحرك الوزير على المستوى الاجتماعي او على المستوى الاسري هذا غير مقبول. يعني هذا اتمنى من السيد السوداني ان يكون هناك انتباها الى بعض الوزراء او حتى بعض النساء داخل الكابينه الوزاريه تجعل لها جيوشا الكترونيا من اجل كانما قدمت انجازات لهذه الوزاره او للدول العراقيه. انا ارى السيد السوداني هو جاد في تغيير بعض الوزراء العاجزين الذين لم يقدموا شيء، والبعض منهم حتى تدخل من ابنائهم في مفاصل الوزاره، وهذه حقيقه ثقافه جعلت موجوده في اغلب الطبقه السياسيه. حينما يتبوء منصب تنفيذي تجد احد افراد اسرته او اقربائه يتدخل كانما هو يصبح وزير او كانما هو يصبح مدير عام، وهذه الثقافه حقيقه قديمه ينبغي ان تكون محاسبه من قبل رئيس الوزراء او من قبل ابو علي البصري الذي نعول عليه كثيرا، خصوصا اللجنه التي شكلت له من امر الديواني، هي لجنه بشخصيات مهنيه نزيهه، لابد ان تعاقب وتحاسب من يتجاوز على المال العام. طيب يعني استاذ نجم، التاكيد على الاصلاحات الحكوميه، هل يمكن ان نعتبر الامر مفصلا رئيسا في تغيير واقع الخدمات في البلاد؟ يعني اولا الاصلاح الذي تحدث به السيد السوداني هو حقيقه له اصرار وله عزيمه، ويحاول ان يقوم باصلاح ما موجود داخل المؤسسات، لكن لا اقول هو سهل ولا اقول هو معجزه. اذا كان هناك تضامن وتشارك من قبل القوى السياسيه بالتاكيد يستطيع ان يصلح، وهذا ما شاهدناه في حكومات سابقه حينما كان التيار الصدري لربما الشخصيه الوحيده الذي حاسب من ينتمي اليه هو السيد مقتدى الصدر، نتحدث بصراحه، كان يحاسب ويعاقب حينما تصل شكوى على اي شخصيه تابعه للتيار الصدري يقوم بالتحقيق والتدقيق ثم المحاسبه. هذا لو انتقلت هذه التجربه الصدريه للاحزاب الاخرى اعتقد يكون العراق بخير، اما الدفاع على فاسد والدفاع على من يتجاوز على المال العام هذا غير مقبول. والان المواطن هو ماذا يريد؟ يريد اقل الاقل خدمات. يعني في الفتره الاخيره، يعني الاشهر الثلاثه الاخيره، السيد السوداني حقيقه بدا يقدم الانجازات على المستوى الخدمي، يعني سواء وزاره الاعمار والاسكان بوجود السيد الدين وعلى بغداد الامانه بغداد المهندس حماد موسى، وهذا ما دائما نتحدث حتى في بلديه الكراده، حينما ندخل الكراده نجد هناك تقديم بعض الخدمات، ونتمنى ان تكون خدمات اكثر واكثر في عموم العراق، والى انطلقت الموازنه التي فيها مليارات الدولارات واضخم موازنه بتاريخ الدوله العراقيه، اعتقد يكون هناك تأييد شعبي السوداني او غير السوداني اذا قدموا انجازات للمواطنين العراقيين. طيب استاذ نجم، يعني الى اي درجه تعتقد ان اقرار الموازنه له الاثر الكبير الواضح على ملف تطبيق البرنامج الحكومي؟ يعني كلما تتاخر الموازنه كلما تتاخر يعني تقديم شيء للشعب العراقي والمواطنين وتزداد المعاناه، يعني تعلمين لا احد يستطيع ان يتصرف بالمال رغم القانون او قانون الموازنه يتم استخدام على 1/12، يعني ما صرف في الشهر السادس من عام 2022 يصرف في هذا الشهر، هذا غير صحيح، يعني هناك متغيرات على كل الوزارات والى كل الوزارات. بنفس الوقت اذا انطلقت الموازنه وكانت هناك مراقبه ومحاسبه بالتاكيد يقدم شيء، لان انت طيله 20 سنه لم يكن هناك انجازا من كل الطبقه السياسيه،
الكرديه والشيعيه والسنيه. اذا تم تقديم ابسط الخدمات المواطن يعتبره انجازا او شيء ملموس ملموس باليد من هذه الحكومه او الحكومات الاخرى. نعم، إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة مطالبة اليوم بالبحث عن مفاصل الخلل؟ يعني اولا المطالبه من قبل الطبقه السياسيه، اولا ينبغي ان تكون من الذي تجاوز على المال العام منذ 2003 الى الان، لان الكل تتهم الكل، الكل تقوض الكل والصباح والطلاق ومن انتاج الكل، والوعود دائما الوعود الغير دقيقه والغير مترتبه على الارض تنعكس سلبا باتجاه الناس باتجاه كل الطبقه السياسيه من قبل الناس. هل تستطيع هذه الحكومه والبرلمان العراقي ان تستثمر صعود النفوذ؟ هناك ازمات، هناك تحديات للحكومه الحاليه، اولا التحدي المالي ارتفاع الدولار امام الدينار، لان الحكومه والبنك المركزي قد حدد سعر الرسمي للدولار هو 130 و 130، هذا الى الان لم يطبق، اي تراجع الدينار امام الدولار. من الذي مستفيد؟ بالتاكيد مستفيد المصارف التابعه للاحزاب والمتضرر الموظف والمواطن. الازمه الاخرى ستواجه الدوله او الحكومه هي الازمه المائيه. يعني الازمه المائيه انخفاض مناسيب المياه في نهري دجله والفرات، هذا ينعكس سلبا على الزراعه وعلى الصناعه وحتى على الصحه. هل يستطيع السيد السوداني تابع هذا الملف اختار شخصيات حقيقة مؤهلة أو شبابية من أجل المتابعة وعدم السماح على تجاوز الأسس المائية؟ الأمر الآخر أزمة التعيينات، إذا كان هناك تنشيط القطاع الخاص أعتقد يكون هناك استقطاب للحاضرين والحاضرين، أما إذا لم يكن تنشيط القطاع الخاص أعتقد ستكون هناك تظاهرات واحتجاجات الخريجين. نعم، المحلل السياسي الأستاذ نجم القصاب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا.